السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي يومية مهاجر من داخل أو خارج المغرب، جمعة مباركة وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم بشرى سارة بالنسبة لغدا إن شاء الله نتاع يجوج، ما بالنسبة للحكومة الإسبانية غادي تسمح للجميع بالخروج كما سمحت في 26/4 بالأطفال بالخروج. يعني واش هي هنا في هذه المرحلة قسمت الفئات العمرية إلى ثلاث أقسام، يعني في المرحلة وغير التوقيت. بالنسبه للاطفال نهار كانت 26/4 خرجوا من 9 ديال الصباح حتى 9 ديال الليل، يعني حتى 9 ديال الليل. اما فيما يخص غدا ان شاء الله بحول الله 2 ماي سمحت الحكومه للشباب الخروج الى الشارع، وهنا حددت الفئات العمريه وحددت التوقيت، يعني قسمت الفئات العمريه والتوقيت، يعني باش ما يكونش هنايا واحد الاصطدام. دارت واحد الفئه لا اقل من 14 سنه يخرجوا من 12 تاع الصباح حتى 7 ديال العشيه. الفئات العمرية الأقل من 14 سنة يسمحوا لهم بالخروج من 12 تاع النهار، يعني تاع الصباح حتى 7 ديال العشية. والفئة العمرية يعني الثانية، الفوج الثاني، يعني من 14 حتى 69 سنة، هنا يخرجوا من 6 ديال الصباح حتى 10 ديال الصباح، وفي المساء من 8 ديال الليل حتى 11 ديال الليل. وكاين واحد الفئة نتاع الشيوخ اللي الأعمار ديالهم 70 سنة، ما بين 10 ديال الصباح حتى 12 تاع النهار، وفي المساء يخرجوا من 7 ديال العشيه حتى 8 ديال العشيه. هنا بالنسبه للنزهه، يقدر الزوج والزوجه ديالو يخرجوا في نزهه في حدود ما تعداش كيلومتر، يعني اي فلازون اللي تابع للجماعه ديالو، يعني في السيكتور ديالو فين يسكن، يعني ما غاديش يمشي لبلاصه اخرى في لاج اخر ولا مدينه اخرى، يعني في السيكتور فين يسكن عنده كيلومتر يدور فيه هو والزوجه ديالو. فيما يخص ودائم الكمامه، الكمامه والليغات، الا كنت غادي تدخل شي سوبر مارشي الكمامه ضروريه، يعني هنا الانسان غادي يكون هنا يحضر راسه مسؤول النفس ديالو، مش غادي يقول راه قال له خرج ما نديرش للاخر. الكمامه دير الكمامه وما تبعدش اكثر من كيلومتر باش ما تعرضش للغرامه. بالنسبه للفئه نتاع 70 سنه ما فوق سمحوا لهم هنا بالخروج من 10 ديال الصباح حتى 12 تاع النهار، وفي المساء من 7 ل 8 عطاوهم 7 ساعه. ولكن هذه الفئه العمريه نتاع 70 سنه فعلا داروا هذه الميزه حسنه، يعني يقدر يخرج معاها واحد كومبانيرو مرافق ديالو، لان راكو عارفين اللي يقدم الكبار ما غاديش يقدروا يديروا المتطلبات ديالهم اللي تقديم المساعده، يعني ولا كان باغي شي حاجه يعني يقدر يخرج معاه. يعني هذه هنا الدوله دارتها مزيانه يعني للمسن. بالنسبه عاود داروا واحد الميزه بالنسبه للبلديه، البلديات اللي ما تعداش واحد النسمه كبيره، يعني اقل من 5000 نسمه، يعني يقدر يخرج من الصباح حتى الليل، الخروج مسموح، لان من الفيلاج اللي فيه عدد النسمات قلال، يعني واحد 5000، يعني يقدروا يخرجوا النهار كامل، يعني يبداو من 9 ديال الصباح حتى 9 ديال الليل، يعني يقدر يخرج، هذه مسموح عليه. في الرياضه خصها تكون فرضيه، الرياضه ركزوا على الرياضه، يعني الجيري ولا البيسيكليتا ولا تكون فردي ماشي جماعه، يعني هنا الانسان خصو يفهم هذه الامور باش ما يدير باش ما ديرش، باش حنايا الا طبقنا هذه المسائل يعني غادي نقدروا نحطموا ونقدروا نقصوا من هذه الجائحه تاع كورونا. يعني خصنا نضبطوا لا في التوقيت والكمامه، ويكون واحد بعيد على واحد، وما يكونش الاختلاط. الرياضه تكون فرضيه، النزهه يقدر يخرج الزوج والزوجه اللي عايش معاه في الدار، يعني الزوج من الزوجه يقدر يخرج. حدوا لنا الاوقات، يعني الاطفال راهم عطاوهم يعني من 12 تاع الصباح حتى 7 ديال العشيه، من 14 حتى 69 عطاونا من 6 ديال الصباح حتى 10 ديال تاع الصباح، وعاود كاين في العشيه من 8 ديال الليل حتى 11 تاع الليل. وبالنسبه للفئه تاع الشيوخ عطاوهم ما بين 10 تاع الصباح حتى 12 تاع النهار، وفي المساء عطاوهم من 7 حتى 8 هنا. وبالنسبه لهاد المسنين يسمح له يقدر يدي مع شي واحد يخرج معاه، يعني مرافق ديالو، انما المسن ما غاديش يقدر يدير لا حوايج، يعني المرافق ديالو. وبالنسبه عاود نقول لكم، يعني البلديه اللي عندها النسمه قليله يقدروا يخرجوا النهار كامل، النسمه قليله يعني من 5000 لتحت يخرجوا النهار كامل، ولكن ما يكونش الاختلاط، تكون الكمامه، الكمامه ضروريه. هذه بشره ساره، ونتمنوا ان شاء الله بحول الله ما يترفد كاع حد الاوباء، ونخرجوا تولي الامور العاديه كما العاده نهار الاول نخرجوا، ونتمنوا اي واحد اللي خرج يدير الحيطه، لان ما هنا الدوله ردتنا حنا كمسؤولين، يعني حنا كطار مسؤول على انفسنا، خاص تكون الكمامه. وباش تقول لي تلاقيت صاحبك تسلم عليه، يعني كيما كانت راه باقيه غتبازل باقي الحيطه والعاده، لان هذا خروج تدريجي ماشي يعني خروج نتاع كلش.
يعني بالتدريج غادي نشوفوا غدا ان شاء الله بحول الله كيفاش غادي تكون الامور، واش غادي ان شاء الله واش غادي تزاد شي اصابات ولا ما تزادش. انا نتمنى ما تنزاد حتى شي اصابه، نتمنوا الاخوان ديالنا باش يكونوا فهموا، لان ما حنا راه حافظنا على الصحه ديالنا وعلى اللي يكون داير في الزنقه، غادي نحافظوا حتى المجتمعات باش ما نقولوش عدوى، يعني خاص تكون الحيطه والحذر. نتمنى الاخوان ديالنا باش يكونوا فهموا هذا الميساج، ونتمنى فعلا غدا ان شاء الله بحول الله غادي نخرج نشم الهواء. هنيئا لنا وهنيئا للجميع، ونتمنى باش تريض كاع هاد الجرثومه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش باش تدعموا القناه ديالنا بجيم اول، تفعيل الجرس. جمعه مباركه، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.